وللحديث ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس. أهلا بك السيد إيهاب. يعني استبعاد التوصل إلى هدنة جديدة في ظل الهدنة السابقة والتي فشلت أو استمرت لأسبوع ولم يبنى عليها مجددا، لربما السؤال هو في ظل عدم التوصل حتى هذه اللحظة إلى هدنة من خلال هذه المعطيات والواقع على الأرض، كيف للهدنة القادمة أن تكون؟ هل من الممكن أن تفرض إسرائيل يعني بقوة من خلال الوضع الميداني أمورا على حماس تفرض عليها لربما الإفراج عن العسكريين؟ نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين. أعتقد أن إمكانية إحداث هدنة جديدة في قطاع غزة ربما تمثل نسبة 50% ل 50%، بمعنى أنه من الممكن أن تحدث ومن الممكن ألا تحدث. أسباب حدوث هذه الهدنة ربما ستكون على رأسها الضغوط التي تمارسها المجموعة الإسلامية العربية، الوفد الذي يزور زيارات مكوكية لدول العالم، وهو اليوم سيكون في واشنطن بعد ساعات يلتقي وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وأيضا الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار والجهود الأمريكية. صحيح الجهود الأمريكية متوارية نوعا ما خلف العنوان الرئيس، وهو دعم واشنطن اللامتناهي والذي لا خطوط حمراء فيه لإسرائيل، لكن في نفس التوقيت الحرج الكبير الذي تمر به الإدارة الأمريكية بسبب أعداد القتلى من المدنيين وعدم إنجاز إسرائيل أي من أهدافها العسكرية المعلنة منذ اليوم الأول لهذه الحرب، يضع الإدارة الأمريكية في ضغوط بسببها تمارس هي ضغوط على إسرائيل لمحاولة الانتهاء من هذا الصراع في وقت يعني قريب، وفي نفس التوقيت تدعوها وتضغط عليها للسماح بدخول مساعدات إنسانية أكبر ولأيضا عدم التعرض للمدنيين في العمليات العسكرية. وكما حضرتك ذكرت في المقدمة أن هناك خلاف حول طريقة إدارة إسرائيل للعمليات العسكرية، وترى واشنطن أن ربما هناك ما كان من الممكن أن يتم بشكل أفضل على المستوى العمليات العسكري يؤدي إلى يعني أعداد قتلى من المدنيين أقل بكثير مما هو معلن حتى اللحظة. يعني سيد إيهاب، الفجوة بين نية إسرائيل في حماية المدنيين والواقع على الأرض الذي تحدث عنه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، كيف من شأن الولايات المتحدة التعامل مع هذه الفجوة مع الجانب الإسرائيلي؟ هذا التصريح في الواقع تصريح مهم جدا، وأنا أعتبره هو ربما أهم تصريح من جانب الولايات المتحدة على المستوى الدبلوماسي، ولا يشكل ضغطا طبعا على إسرائيل، ولكن هو تصريح يوضح بالفعل أن هناك فجوة كبيرة في التعاطي العسكري من جانب إسرائيل وتورط أمريكي في هذا التعاطي العسكري، بمعنى أن اليوم الأول لهذه الحرب أو الهجوم في 7 أكتوبر من قبل حماس على الإسرائيليين يعني سارعت الإدارة الأمريكية بمختلف يعني هيئاتها الكبرى، البيت الأبيض والخارجية والبنتاغون، إلى يعني تأكيد الدعم الكامل والمفرط لإسرائيل في عملياتها العسكرية، وهذا فتح المجال لإسرائيل للقيام بعمليات عسكرية كما نشاهد، يعني وأعداد قتل المدنيين تجاوزت 17,000 قتيل في شهرين، وبالتالي فجأة وجدت نفسها الإدارة الأمريكية في موقف محرج على المستوى الدولي، ترفع شعارات وتطبق أخرى وتفرض عليها إسرائيل أن تجرجرها معها إلى هذه الحرب بالشكل الذي تدعم فيه الولايات المتحدة إسرائيل، وأصبحت يعني الفكرة الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية والشعارات التي ترفعها إدارة جو بايدن غير متحققة على أرض الواقع، بالإضافة طبعا إلى قرب بداية العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية كدعاية انتخابية وجولات انتخابية إلى آخره، كل هذا فرض على إدارة الرئيس جو بايدن أن تبدأ في تغيير مسار تفكيرها وتتوجه لمسألة أن يكون هناك محاولة لكبح جماح الآلة العسكرية الإسرائيلية في الدمار الذي تحدثه في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بأعداد القتلى والمدنيين. لذلك أنا أعتقد أن هذا التصريح من الإدارة الأمريكية وبسبب هذه العلنية التي خرج بها وليس خلف الأبواب المغلقة مع الجانب الإسرائيلي يدل على أن أمريكا أرادت أن تبعث برسالة للعالم وليس لإسرائيل فقط بأنها غير راضية عن طريقة إدارة إسرائيل لعملياتها العسكرية في القطاع.
نعم سيد إيهاب، يعني الحديث أو الاتصال الذي دار بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحدث خلاله بايدن عن فتح ممرات إنسانية أو فتح ممرات للمدنيين تفصلهم عن حماس، لكن ما مدى واقعية يعني ذلك على الميدان على الأرض؟ هل تتقبل إسرائيل ذلك؟ وكيف يمكن يعني ضمان دعنا نقول فصل المدنيين عن حماس؟ صحيح، أنا كنت أبحث عن الكلمة وحضرتك قلتها، ضمان فصل المدنيين عن حماس. هذا لن يحدث، أنا أعتقد أن الأمر سيكون صعب جدا، وأعتقد أن إسرائيل حتى ولو وافقت فهي لن تستطيع أيضا أن تفرق بين المدنيين وبين العناصر القتالية لحماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى، وبالتالي أنا أعتقد أن الأمور ستستمر كما هي. هناك خارطة قدمتها إسرائيل لقطاع غزة بعد انتهاء الهدنتين، وهذه الخارطة تتعلق بالأماكن الآمنة، شهدناها كلنا، عبارة عن شبكة تبدو كشبكة صيد السمك، فبالتالي كانت صعب تحقيقها. أعتقد المدنيون سيظلوا للأسف الشديد هم وقود هذه الحرب للأسف، ويعني للأسف الشديد سيكون وضعهم صعب جدا في الأيام القادمة، خاصة أنها لا توجد رؤية واضحة لا لوقف القتال ولا لهدنة ولا لرغبة إسرائيل في الاستماع إلى المطالب الأمريكية ولا ظهور لعناصر حماس حتى اللحظة، برغم من ضغط يعني معظم سكان القطاع في أماكن الجنوب اليوم. أعتقد أن إسرائيل ستمارس الضغط العسكري لأقصى درجة ممكنة حتى يخرج عناصر حماس من بين المدنيين قدر المستطاع، إذا استطاع أن يفعلوا ذلك، ولكن أعتقد أنه سيكون أمر صعب المراس جدا. من واشنطن ضيفي الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس، شكرا جزيلا لك.